السلام عليكم. وليد الكراكي كأجل الندوة الصحفية حتى نهار الخميس. تكناوتي رسميا في الماس. رجاء قريب يحسم صفقة جديدة. سبورت الإسبانية تقول أن لامين يامال اختار إسبانيا. البداية مع الناخب الوطني وليد الكراكي، حيث أنه أجل الندوة الصحفية اللي كان من المنتظر باش يعقدها الناخب الوطني وليد الكراكي يوم الثلاثاء 26 غشت، ولكن أجلها حتى نهار الخميس 31 غشت بداية من الساعة 11 صباحا. وغادي يعلن وليد الكراكي خلال الندوة الصحفية اللي غادي يعقدها في قاعة المؤتمر في مركب محمد الخامس كرة القدم عن القائمة ديال اللاعبين اللي غادي يوجه لها الدعوة لمباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي ليبيريا بمدينة أكادير وبوركينا فاسو بمدينة لونس بفرنسا. رسميا التقناوتي في ألماس. تعاقد نادي المغرب الفاسي مع أحمد رضا التقناوتي حارس مرمى الوداد سابقا. ألماس رحب بعودة التقناوتي إلى الفريق ديال المغرب الفاسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. من جانبه ودع رضا التقناوتي جميع مكونات الفريق الأحمر من خلال رسالة نشرها عبر الحساب ديالو الشخصي في انستغرام. الرجاء في طريقه إلى حسم صفقة جديدة. يعني اليوم وصل صابر بوغرين لاعب الترجي الرياضي التونسي اليوم اثنين إلى العاصمة الاقتصادية دار البيضاء تأهبا لحمل القميص فريق الرجاء الرياضي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بوغرين وجد في استقبال ديالو أحد أعضاء المكتب المديري للفريق الأخضر. سبورت الإسبانية صحيفة سبوريا مشهورة أفادت هذه الصحيفة أن اللاعب المغربي أمين يامال ولا لامين يامال نجم برشلونة حسم المنتخب اللي غادي يلعب ليه. وقالت الصحيفة الإسبانية أن لامين يامال غادي يكون حاضر مع المنتخب الإسباني في اللائحة اللي غادي يعيط عليها مدرب منتخب لاروخا لويس دي لافوينتي. وكشفت الصحيفة بأن لامين يامال غادي يكون أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع المنتخب الإسباني لكونه يبلغ من العمر 16 سنة فقط. أصلا أنا ما تايقش بهذا السبورت حيت هذيك المرة عاود مع الزلزولي قالوا بأنه صافي راه حسم في الموقف ديالو وغادي يوجه ليه لويس أنريكي الدعوة باش يمثل المنتخب الإسباني، ولكن في الأخير طلع داكشي غير كذوب. هما كيحاولوا يديروا الضغط على اللاعب، الضغط ديال الصحف الإسبانية.